الغارة في سوريا والرد في أربيل هو الهجوم الصاروخي المعلن الثاني من داخل إيران على الأراضي العراقية بعد قصف قاعدة عين الأسد في الأنبار قبل عامين. يقول الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ما وصفه بالمركز الاستراتيجي للتآمر الصهيوني بصواريخ قوية، ملمحا إلى أن الهجوم جاء بعد غارة لطائرات الاحتلال أسفرت عن مقتل اثنين من ضباط الحرس في سوريا الأسبوع الماضي. وبالعودة إلى تسلسل الأحداث، فإن 12 صاروخاً عصفت باستقرار أربيل فجر الأحد، مخلفة وراءها أضراراً مادية وموجة كبيرة من الإدانة السياسية على المستويين المحلي والدولي. التحالف الثلاثي ممثلا بالصدر والحلبوسي وبرزاني والخنجر خرجوا بموقف موحد من الهجوم وعدوه خرقا للسيادة العراقية واستهدافا لأمن المواطنين، مع الدعوة إلى تدويل قضية الاعتداء الإيراني على أربيل وأخذ ضمانات بعدم تكراره على الأراضي العراقية مستقبلا. وعلى المستوى الدبلوماسي جاء موقف وزارة الخارجية في إطار الإدانة، مؤكدة أن القصف الصاروخي ترهيب للآمنين وزعزعة للأمن والاستقرار في مرحلة بالغة الأهمية، موقف جاء مجاورا لتصريحات رئيسي الوزراء والجمهورية، حيث قال الأخير إن الهجوم الذي يتزامن مع بوادر الانفراج السياسي يهدف لعرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة. وبين من يرى أن قصف أربيل يحمل رسالة سياسية تهدف لعرقلة تشكيل الحكومة، وآخر يرى أن العراق أصبح ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، يتساءل السياسيون: تلك إسرائيل التي قتلت الضباط الإيرانيين في سوريا منطلقة من الأراضي المحتلة، فلماذا لا يتم الرد عليها في عقر دارها؟